الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإيمان بالقدر طمأنينة للنفس وراحة لها قبل حصول المقدور وبعد حصول المقدور. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ركن من أركان الإيمان، والله عز وجل يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وعن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت على أبي في مرض أخاله مرض موته، فقلت: يا أبي أوصني واجتهد. قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: يا بني، إنك لن تذق طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة معرفة الله تعالى حتى تعلم أن ما أصابك، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قلت: يا أبتي، وما علمي بالخير القدر وشره؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة. يا بني، إنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. فهذا دليل على أهمية الإيمان بالقدر، وهو مع ذلك جالب لسرور النفس قبل حدوث المقدور وبعد حدوث المقدور. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإيمان بما قدر وما قضى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.